يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسكن في قرية يقول أسكن في قرية وأقرب مدينة لي تقرب من قريتنا 10 كيلو، فهل إذا خرجت من قريتي ووصلت إلى هذه المدينة يحق لي القصر والفطر؟ مسافة كم بين 10 كيلو؟ لا يا أخي، من 80 كيلو فأكثر، أما 10 كيلو لا، مثل ناحية البلد قريب. نعم.